ما ما صافي ما نقدر به يقول لي انا 27 سنه يمكنش غادي تختز غير في ورقه صغيره ونهضر عليها حاضر 27 سنه ديال الصدقه جبنا فيها اللي لقانا هو الزجاج بصفه عامه في الوقت اللي كنت انا قبل ما كنعرف الشيخ عبد الحمار اللي كيكتب الزجاج كنت عندي واحد الولاء بالاغنيه الغواليه من بدايه السبعينات كنت هذا هو العشق ديالي هو الكلمه ديال الاغنيه الغوانيه كلمة رائدة بها باش طلع الزجاج وهذا ومن بعد قاس احمد كيجي كيقرا عليا بعض الكلمات وكانت هنا تقريبا هو نقطة التقاء بيناتنا وكانت صنت ليه يعني شكون مرة كيكتب شي حاجة يجي يقرا عليا شوية خلق لي هذاك عطاني ذاك حاجة قلت واحد النفس ولا عطاني واحد الأرضية جيت أنا كندير شي حاجة في الوقت اللي كنا كنديرو خربشات فيما شي حاجة كنا كنسميوها الشعر آنذاك وكانت هذه الانطلاقه يعني الحمد لله انا وياه واحد المسار طويل لان هو كنشوف فيه يعني الصوره ديالي وهو كيشوف فيه الصوره ديالو ما يمكنش يمشيو شي ملتقى ولي كيوقع لنا في ما يمشي شي ملتقى بلا بيسم ولا كيقول لي فين فلان وانا في ما يمشي شي مسار فين فلان يعني كنا كاشي يعني بحال قلتي واحد التوأم لهذا انا قلت للسي سلطان صعيب انك باش تقول كلمه هذا في حق احمد حمار لان كلشي كيعرف الصدقه اللي كتجمع بينا غير اللي بغيت نشكر كل الاخوان اللي دخلوا وعطاو الكلمه ديالهم بحق سي حمانه لانهم اصدقاء يعني